دبي كانفاس هو مهرجان فني وثقافي للرسم ثلاثي الأبعاد بينظمه سنوياً براند دبي. قيمة الدورة الرابعة من المهرجان بالشراكة مع ميراس في الفترة من 1 ل 7 مارس 2018 في شاطئ لمال بمنطقة جوميرا. المهرجان بيوفر فرصة لفنانين موهوبين من كل بلاد العالم لعرض إبداعاتهم الفنية للجمهور في الأماكن العامة. دبي كانفاس أقيم السنة دي بمشاركة 30 فنان عالمي ومجموعة من الفنانات الإماراتيات عرضوا أعمال فنية متميزة. وأقام المهرجان مجموعة من الفعاليات المصاحبة استهدفت فئات عمرية مختلفة، كان من ضمنها عروض فنية مبتكرة اتعرضت مجانا للجمهور. المهرجان أقام ورش عمل فنية متخصصة وكانت فرصة مهمة للمواهب المحلية والمهتمين بالفنون لاكتساب خبرات فنية جديدة والتواصل مع فنانين عالميين. عشان تعرفوا كل الإيفنتس اللي بتحصل في دبي اتفرجوا على إيفنتات على دبيات.تي في وتابعوا باقي برامجنا على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب.